هنكمل كلامنا اليوم بالفصل الثاني من الباب الاول بعنوان النانو تكنولوجي، ونشوف علاقة علم النانو تكنولوجي بالكيمياء. النانو بتنقسم الكلمة لمقطعين، نانو مأخوذة من كلمة نانوس اليونانية وتعني القزم أو الشيء المتناهي الصغر. تكنولوجي طبعا بتعني التطبيق العملي للمعرفة في مجال معين. يعني لما أجي أعرف نانو تكنولوجيا أقول هو التكنولوجيا المواد المتناهية في الصغر، ويختص بمعالجة المادة على مقياس النانو بالغرض إنتاج نواتج مفيدة وفريدة في خواصها. طيب النانو دلوقتي كوحدة متناهية في الصغر فهي وحدة فريدة في نوعها. النانو بيمثل أو بيعادل 1 على مليار من المتر. وطبعا زي ما في نانو متر في نانو ثانية ونانو كيلو، كل وحدة ليها مصغرات اللي هي النانو، ويمكن هتتعرضوا للكلام ده أكتر في إيه في علم الفيزياء. فإحنا يهمنا دلوقتي العلاقة بين النانو والمتر. النانو متر بيساوي 10^9 متر أو بيساوي 1 على مليار من المتر. وكذلك النانو ثانية والنانو جرام والنانو مول إلى آخره. في بعض الأمثلة في كتاب المدرسة بنوضحها لك، يعني مثلا قطر حبة الرمل بيبلغ حوالي 10^6 نانو متر، قطر جزيء الماء يساوي تقريبا 3/10 نانو متر، قطر الذرة الواحدة في المتوسط ما بين 1/10 إلى 3/10 نانو متر. بالنسبة لخواص النانو الفريدة، في خواص بتعتمد على الحجم، وفي خواص طبعا بتعتمد على اللون والشفافية والقدرة على التوصيل الحراري والكهربي والصلابة والمرونة ودرجة انصهار وغيرها من الايه من الخواص اللي هنشوفها ونحاول ايه نتعرض ليها. ويمكن عندنا من رواد تكنولوجيا النانو وعلم النانو الدكتور المصري مصطفى السيد. طيب نتكلم دلوقتي على الحجم النانوي الحرج. متى تصل المادة للمقياس النانوي؟ عندما يصبح حجمها مساوي للحجم النانوي الحرج، وهو الحجم الذي تظهر فيه الخواص النانوية الفريدة للمادة، وبيقع في حيز ما بين 1 إلى 100 نانو متر. ويمكن في بعض الأمثلة عندنا في الكتاب اتوصل لها العلماء. على سبيل المثال نانو الذهب، طبعا الذهب في المقياس المرئي، وده بنسميه مقياس الماكرو اللي احنا بنشوفه بعينينا، ده مقياس الماكرو، بنلاقي لون الذهب أصفر. وطبعا اللون ده بيبقى ناتج من تفاعل ذرات الذهب مع الضوء على مقياس الماكرو المرئي. لما نيجي نقلل حجم دقائق الذهب حتى تصل الى الحجم النانوي الحرج او اقل، بيتغير اللون. وطبعا دي الظاهره اللي دهش عليها العلماء، فالذهب لقيناه في الحجم النانوي ممكن يكون لونه احمر او برتقالي او اخضر، واوقات بيكون ازرق. فمعنى تغير اللون لمادة معينة معنى تغير باقي خواصها. طبعا هنا ايه السبب في ذلك؟ طبعا هنا ايه تفاعل الضوء مع دقائق الذهب على مقياس النانو الغير مرئي بتختلف عن تفاعل الذهب مع الضوء في المقياس الماكرو المرئي، مما يؤدي الى تغير اللون. وبالمثل عندنا برضو النحاس، العلماء لاحظوا ان انا لما بوصل بالنحاس لدقائق متناهية في الصغر بتزيد صلابته عن حالته لما بيكون في الوضع المرئي. وطبعا ده مش بس النحاس والذهب، الكثير من المواد بتختلف خواصها اذا وضعت على مقياس النانو الغير مرئي، وتم تصغيرها لدقائق في الحجم النانوي الحرج. طيب دلوقتي ايه السبب في الخواص الفائقه للمواد دي؟ الخواص دي بترجع للعلاقه ما بين مساحه السطح والحجم. كل ما النسبه بين مساحه السطح الى الحجم بتزيد، كل ما بتزيد صلابه الماده على سبيل المثال، وبتتغير ايه خواصها. طيب دي فكره بسيطه بنحاول نوضحها لك عن علم النانو والفكره بتاعته، وان هو المختص بدراسه المواد المتناهيه في الصغر. دلوقتي عاوزين نتكلم بقى على ايه كيمياء النانو. كيمياء النانو طبعا احد فروع علم النانو، بيتعامل مع التطبيقات الكيميائيه للمواد النانويه او المتناهيه في الصغر، ويتضمن دراسه ووصف وتخليق المواد ذات الابعاد النانويه
ويتعلق بالخواص الفريده والجديده المرتبطه بجميع هذه الذرات. طبعا المواد النانويه لها اشكال متعدده، وهندرس بعضها وهنشوف دلوقتي ايه اهم الاشكال النانويه للمواد. عندنا المواد النانويه وحدات البعد، وهي المواد ذات البعد النانوي الواحد بيتراوح ما بين 1 الى 100 نانومتر، زي الاغشيه الرقيقه تستخدم في طلاء الاسطح، زي مثلا طلاء الدوكو الحديث للسيارات الحديثه للحمايه من الصدأ، تغليف المنتجات الغذائيه لوقايه من التلوث، الاسلاك النانويه الدقيقه التي توجد داخل المذر بورد والدوائر الالكترونيه بالنسبه للاجهزه الالكترونيه الحديثه زي الموبايلات وزي الايفون الاخ، وكذلك الالياف النانويه تستخدم في عمل مرشحات الماء داخل الفلاتر الحديثه. وفي عندنا المواد النانويه ثنائيه البعد، وهي المواد النانويه التي تمتلك بعدين يتراوح ايضا من 1 الى 100 نانومتر، ومن امثلتها انابيب الكربون النانويه وحديده الايه البعد ومتعدده الجدر. وطبعا الانابيب النانويه الكربونيه دي لها خواص هامه جدا، زي اولا جهاز توصيل الحراره والكهرباء، توصيلها للكهرباء اعلى من النحاس، ماشي، بنلاقي توصيل الحراره اعلى من درجه توصيل الماس او الالماز، اقوى واصلب من الصلب، بحيث انها لها القدره على جر او رفع قاطره، وهي طبعا بتكون في سمك شعره راس الانسان. ده ادى الى استعمالها في صنع ما يسمى بمصائد. عندنا برضو من استخدامات انابيب الكربون والبودرة النووية البسيطة، ممكن استخدم انابيب الكربون في بعض العمليات داخل الجسم لزود ارتباطها بالبروتين، بستخدمها كأجهزة استشعار بيولوجية لأنها حساسة جدا لجزيئات معينة. المواد الثلاثية الأبعاد تمتلك 3 أبعاد نووية تتراوح كل بعد ما بين 1 إلى 100 نانومتر. مثال لذلك عندنا مثالين، صدفة النانو وكرة البوكي. صدفة النانو طبعا بستخدمها في علاج السرطان، وفي ابحاث بتجرى عليها حتى الان، وعندنا امثله ليها طبعا بتسمع عن مستشفى 57. وعندنا كمان كره البوكي دي كره مجوفه، تتكون الكره الواحده من 60 ذره كربون، تشبه كره القدم، يمكن استخدامها كحامل للادويه، بحيث انها بيتم حقنها داخل دم الانسان حتى تصل الى الاجزاء المصابه، فلا تسبب اي ضرر لباقي اجزاء الجسم. فطبعا لها اهميه كبرى جدا في علاج الكثير من الامراض. وطبعا بتسمع من العمليات اللي بتتم عن طريق المنظار دلوقتي الحديثه، تطبيقات نانو تكنولوجي. بالنسبه عندنا في مجال الطب، تشخيص مبكر الامراض، توصيل الدواء، انتاج اجهزه متناهيه في الصغر، غسل الكلى الخ، انتاج روبوتات نانويه، مجال الزراعه، التعرف على البكتيريا في المواد الغذائيه وحفظ الغذاء، تطوير مغذيات ومواد حشريه، في مجال الطاقه، وطبعا ده شيء مهم جدا، انتاج خلايا شمسيه نانويه زي خلايا نانو السيليكون، تتميز بقدرة تحويلية عالية على الطاقة، وكذلك أقل تسريبا للطاقة من الخلايا العادية. ودلوقتي حاليا برضو في دراسة لإنتاج خلايا وقود هيدروجيني قليل التكلفة وعالية الكفاءة. في مجال الصناعة، إنتاج جزيئات لتقوية غير مرئية تكسب الزجاج والخزف خاصية التنظيف التلقائي، تحسين نوعية مصادر التجميل والكريمات المضادة لأشعة الشمس، تصنيع أنسجة طاردة للبقع وتتميز بالتنظيف الزيتي. وطبعا وغيره من الصناعات أو في مجال الصناعة، كذلك في مجال وسائل الاتصالات، إنتاج أجهزة النانو اللاسلكية والهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، تقليص حجم الترانزستور والبروسيسور
طبعا انت لو تشوف مثلا الجهاز الكمبيوتر القديم كان حجمه كبير، دلوقتي الاجهزه بقت صغيره جدا محموله، وفي اصغر كم من كده. يكفي ان اقول لك جهاز الموبايل ده ما هو الا حاليا جهاز كمبيوتر مصغر جدا بفضل تكنولوجيا النينو. عندنا تصنيع شرائح الكترونيه تتميز بقدره عاليه على التخزين، زي ما انت عارف دلوقتي ممكن الاقي ذاكره الهاتف ممكن توصل لحوالي مثلا 500 جيجا او تيرا حتى كمان. مجال البيئه عندنا دلوقتي بنستخدم تكنولوجيا النانو في مرشحات نانويه تعمل على تنقية الهواء والماء وتحلية المياه وحل مشكلات النفاية النووية، إزالة العناصر الخطيرة. الآثار الضارة المحتملة للنانو تكنولوجي وتكنولوجيا النانو، أول حاجة بنلاقي فيه تأثيرات صحية ضارة على الإنسان. ليه؟ بنلاقي جزيئات النانو الصغيرة تتسلل من خلال الأغشية خلال الجسم والرئة الصقيلة داخل الجسم، فطبعا ده بيسبب أضرار بالغة للإنسان والحيوان والنبات. التأثير البيئي بيحصل حاجة اسمها التلوث النانوي، وطبعا بيحصل فيه هنا تلوث للهواء والماء بالنفايات الناجمة عن تصنيع المواد النووية، وخصوصا بقى الميتان منها اللي هي المعدنية المتطايرة في الهواء، وخصوصا بالقرب من مصانع الحديد مصانع الأسمنت. فطبعا ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا بتكون متطايرة في الهواء، وطبعا بتخترق جسم الإنسان وباقي والحيوانات أيضا. التأثيرات الاجتماعية يتسبب عن تكنولوجيا النانو تفاقم المشكلات الناجمة عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، لأن طبعا زي ما أنت عارف المواد النووية الحديثة مرتفعة الثمن، فلا يقوى الفقراء على الحصول عليها، لذلك قد تحدث بعض الجرائم والمشكلات. يعني أنت مثلا ممكن تلاقي طالب أو اتنين في المدرسة معاهم مثلا أيفون تمنه غالي جدا، ممكن تلاقي طلبة تانيين يحسوا طبعا بالفرق ما بينهم وبين بعض، تحصل هنا مشكلات وخناقات وممكن تؤدي لحدوث مشاجرات وممكن تؤدي للقتل. يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع ممكن تلاقي ناس تثبتك عشان تاخد منك جهاز الموبايل بتاعك. فعشان كده بندعو الطلبة كل واحد يحتفظ بموبايله في جيبه او ما يجيش بالمدرسة اصلا الا للضرورة. وطبعا بندعو برضو الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة إنها تحاول ترخص أسعار تكنولوجيا النانو علشان تبقى في متناول الجميع، بحيث إن الكل يحصل عليها سواء كان غني أو فقير. طبعا دي يعني النقطة المهمة في الباب الأول، زي ما أنت شايف بنعرفك بس فيه بالكيمياء والقياس، بنديك فكرة عن العلم الحديث النانو تكنولوجي، ودي بعض الأسئلة بحيث ان انت تحاول برضو تجرب نفسك. لكن طبعا انت اعتمادك الأساسي هيكون على الأسئلة الإلكترونية اللي احنا هنسيبها لك في صندوق الوصف. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع.
وهنديك في النهاية كده ايه ملخص سريع كفيديو مساعد في سرد للمقرر بالنسبة للباب الأول، وخصوصا طبعا ايه الجزء بتاع النون تكنولوجي. فيا ريت تابع معايا الفيديو للنهاية وركز كويس وشوف أهم النقط اللي بيتعرض ليها الجزء بتاع النانو تكنولوجي. طبعا هو جزء معرفي هيكون فيه حفظ شوية، لكن ده كله احنا بس بنجهزك وبنعدك علشان الباب التاني الحساب الكيميائي. طبعا هو يعتبر البداية الحقيقية لعلم الكيمياء أو مقرر الكيمياء للصف الأول الثانوي، اللي هو يعتبر أساس لكيمياء الثانوية العامة. فلابد لأي طالب هيكمل في المجال العلمي لازم ان هو يركز كويس، ما يعتمدش على الحفظ، يعتمد على الفهم، ويتابع معايا كل الجزئيات. ولو عندك اي سؤال ممكن تبعت لي على الواتس او في التعليقات خلال قناة اليوتيوب. اتمنى ان انت تكونوا استفدتم. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. Thank you.
في الباب القادم بداية للباب الثاني والكيمياء. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.